حياكم الله مشاهدينا الكرام، وهذا موجز الأخبار. أعلنت مديرية زراعة صلاح الدين متابعة دقيقة لمنع انتشار سوسة النخيل الحمراء بعد معالجتها أول إصابة في بلد، مؤكدة التقيد التام بتعليمات الحجر الزراعي، وذلك بعد نقل النخيل أو الفسائل من المناطق المصابة وتنظيم عملية الري، لأن الرطوبة الزائدة تساهم في إيجاد بيئة ملائمة لحشرة سوسة النخيل الحمراء. طمأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شيوخ وجهاء قبيلة الشمر من محافظة نينوى بتجاوز العراق المراحل الصعبة بفضل الوعي المجتمعي الذي جسدته الفعاليات الاجتماعية بمختلف أشكالها ومن بينها القبائل والعشائر، وهو مقبل على نهضة تنموية بفضل الاستقرار الذي تحقق بعد الانتصار على الإرهاب. أكد رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني في مؤتمر انتخابي بمحافظة دهوك أهمية انتخابات برلمان إقليم كردستان لتجديد شرعية المؤسسات، مضيفا أن المنطقة مليئة بالتعقيدات ونحتاج إلى قيادة قوية وحزب قوي، وبلا شك هذه القيادة هي الحزب الديمقراطي. أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن العراق يسعى بجهود دقيقة وحثيثة وشجاعة للابتعاد عن أي مشاكل قد تحصل له، وذلك لحماية الشعب وجميع المكونات، وسيتم التغلب على الكثير من المشاكل بوحدة الموقف لضمان مصلحة البلاد. ذكر معهد واشنطن الأمريكي عن أن أي هجوم كبير لإسرائيل على منشآت النفط والطاقة في إيران سيثير تداعيات خطيرة، بما في ذلك احتمال تضرر إمدادات الطاقة عالميا وتحديدا من الخليج والسعودية وغيرها، وسيتأثر بذلك العراق والصين وتركيا أيضا، ولهذا يتحتم على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاستمرار في الضغط على إسرائيل لكي تركز في هجماتها المحتملة على إيران على مواقع ومنشآت عسكرية أو أمنية. حدد الأكاديمي غالب الدعمي وقوفه ضد أي محاولة لتوريط العراق كونها قد تؤدي إلى نتائج كارثية وتقسيم البلاد إلى 3 دول وبتداعيات ربما تكون أشد قساوة من الدائري في أفغانستان. أخيرا، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز أن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد بهذا التوقيت مهمة جدا، خاصة لما تشهده المنطقة من توترات، وهي داعمة لموقف العراق لتهدئة الأوضاع في المنطقة. الموجز انتهى، نلقاكم على رأس الساعة، في أمان الله.